اجي اجي اللي كتقلب على الشقة الحصرية بالهمزة ديالها. شقة جات قريبة بزاف للسونتر فيل، شقة جات في شارع مولاي رشيد قريبة بزاف لرون بوانت ديال اطلس. هاد الشقة فيها 108 متر اللي ابيتاب، في التوتال فيها 116 متر، 3 البيوت، صالون، كوزينة، دو بالكون والحمام وتواليت سيرفيس. دابا اجي نوريكم الفصالة ديال هاد الدار هادي. هنا كاين فوا كتدخلوا مع الدار كتلقاو باب الدار، كتلقاو هاد الكولوار الواسع الكبير اللي باقي مثلا نزيدوه بالكونسولا. هي لابارتمون كتبع خاويه وبالحق فيها الكادويات اللي باقي غادي نذكرهم لكم وانا كنشرح لكم لابارتمون. هاد لابارتمون هادي المساحه ديالها 116 متر، في الايطاج الثالث، عماره فيها لاسانسور، فيها الباركينغ سوسول، فيها لي كاميرا سيرفيونس، وعاد عندكم جوج ديال لي زابارتمون في الايطاج، يعني ما كاينش حتى السكان بزاف. إن فوا كتدخل كتلقى هاد الصالون والسيجور، هذا ما كيتباعش مع الدار بالحق. الكادويات اللي غادي يبقاو ليكم، غيبقى ليكم الصالون والسيجور اللي كيفما كتلاحظوا تبارك الله صالون كبير واسع مشمس. ابارتمون عندها جوج الواجهات بجوج بيهم مشمسين. دابا نديطاي ليكم شويه في السيجور. السيجور عندنا هنايا السيده اختارت انها تعمل مابل تي في التلفازه ديالو، هذا ما غاديش يبقى، غادي تديه مولات الدار. وبالحق الكادو اللي غادي يبقى لكم، غيبقى لكم هاد السيجور هذا كتخليه مولات الدار بالنسبه للشاري الجديد هو الصالون. السيجور راه عندنا فيه كانابي باللاب بوفا ديالو كما كتلاحظوا، سيجور اللي واسع وكبير تبارك الله، انيق، فيه دو كولور الكري وهاد بحال الغوز، اللون اللي هو غزال ورائع. وابارتمون غزاله فريجه جات قريبه بزاف للسونتر فيل. نفكركم في الموقع، هاد لابارتمون كيف ما قلت لكم جات في شارع مولاي رشيد ومن لا يعرفه. حداكم رون بوانت اطلس، حداكم فافلوري، حداكم اذا وصلتي فافلوري هانتينا غادي تمشي لسبيطار محمد الخامس، ايبيريا، وهانتينا وصلتي للسونتر فيل. هنا كنلقاو لابارتي الثانيه ديال الصالون ديالنا اللي كيف ما كتلاحظوا هاد الاتجاه هذا كيكون مشمس في العشيه. صالون اللي كبير وواسع، اختارت انها تزوقوا بهاد الكليسه هادي. هاد الكليسه هادي حتى هي راها غادي تبقى سدادار وكتار ديالها والكوانات ديالها الطبله ديالها. وعاد كيف ما كتلاحظوا راه اختارت انها دير صباغه الخيال في الحيط كامل. وعاد السقوف اختارت انها تعمل له كامل بلافون ديال القبص، وهذه التريال ما غتوقعش. علاش؟ حيت الحاجه ملي كتكون كادو صعيب ان الواحد يسخى بيها. كاين شي حوايج اللي غادي تديهم مولات الدار، وبالحق راه غادي تخلي لكم كادويات هاد لابارتمون نهار اللي غادي تاخدوها ان شاء الله. شقه غزاله رائعه في السونتر فيل، الكالم هنايا والهدوء، واخا هي جات قريبه بزاف لشارع مولاي رشيد. وبالحق كيف ما كتلاحظوا ما كاين لا صداع لا والو، ابارتمون من الحجم الكبير، ابارتمون دو لوكس، وما معاكمش حتى السكان بزاف كيف ما كطلبوا. كيف ما لاحظنا مع اللي دخلنا شفنا الصالون والسيجور، والابارتمون كتنقسم لدو بارتي. هنايا كاينه لابارتي الاولى اللي فيها الحمام وتواليت سيرفيس والكوزينه والبيت نعاس، وعاد كاين في الاتجاه الاخر كاين البيت نعاس الاولاني والثاني والحمام. دابا غادي ندخلوا مباشره باش نشوفوا هنايا كيف ما كتلاحظوا كولواغ اللي حتى هو كبير، حتى هو في هذه النوعيه هذه ديال الصباغه ديال الخيال في الدار كامله. اختارت انها دير هاد بلاكار هنايا ديال الصبابط حيت الكولواغ جا واسع. وكيف ما قلت لكم ابارتمون فيها 116 ديال المترو. دابا غادي ندخلوا مباشره نشوفوا الحمام ديالنا اللي كيف ما كتلاحظوا هذا هو التواليت الاولانيه، عندنا دو تواليت. وعاد كاين هنايا البانيو ديال الدوشه مع المرايه ديالو مزلج حتى للسقف. كيف ما كتلاحظوا المساحه كافيه للاستغلال، وصراحه الله الحمام اللي هو كبير. من اتجاه الاخر كنلقاو انه كاين البيت بالباركون الاولاني اللي عندنا هنايا في هاد لابارتمون هادي، بيت نعاس اللي كبير حتى هو تبارك الله واسع. اختارت انها تعمل كاما ديال دو بيرسون، اختارت انها تعمرو بهاد المريوات هادو هنايا، وعاد عملات مرايه طويله، يعني بيت راه واسع وفيه يعني لاسباس كبير. اختارت انها عند هاد البيت هذا فيه جوج ديال المريوات، كاين هاد المريو هذا ديال الحيط ديال جوج البيبان، وكاين البالكون اللي كيطل على الشارع، وعاد كاين ماريو اخر ديال ربعه البيبان بالسده ديالو، يعني ما غاديش تحتاج نهائيا
انك تعمل ماريو في هذا البيت هذا. علاش؟ حيت هو تبارك الله واسع وكبير، وتبارك الله راه عندك تقريبا ماريو ديال ساد البيبان، ابارتمون اللي مشمسه جوج الواجهات، الشمس كتكون عندك في الصباح من اتجاه بيت النعاس الاولاني والكوزينه، وفي العشيه من جهه ديال الصالون والبيت النعاس الثاني. دابا من بعد ما شفنا هاد لا شومبر هادي والوسعيه ديالها، غادي نمشيو باش نشوفو لا شومبر الثانيه. قبل نفكركم في الموقع، قلت لكم هاد لابارتمون جات في شارع مولاي رشيد، قريب ليكم فالوري، قريب ليكم ايبيريا، واذا وصلتي لايبيريا هانتي وصلتي للبولفار وصلتي لشارع مكسيك، واقرب حاجه لهاد الشقه هادي هو رومبوان ديال تريال اطلس. متجه اخر ديال رومبوان ديال اطلس كاين عندكم برانوس، عندكم شارع مولاي اسماعيل، يعني هاد لابارتمون راه كتبقى قريبه بزاف للسونتر فيل. دابا من بعد ما فكرتكم في الموقع ديال هاد الشقه اللي فيها 116 المترو، اللي جات في الطابق الثالث بلا سانسور بالباركينغ سوسول، كاين غير جوج جيران في كل ايطاج. دابا غادي ندخلو باش نشوفو البيت النعاس الثاني. البيت النعاس الثاني اللي حدا الحمام الرئيسي هو هذا، تا هو تبارك الله راه بيت كبير، وتا هو راه مشمس، هنايا كتكون الشميسه ديال الصباح. بيت اللي كبير تبارك الله واسع، اختاروا انهم يعملوا فيه كامه ديال جوج الناس، الموطا عندكم تا ديال البيرو، اختاروا انهم يصبغوه بهذا اللون هذا ديال الزريره، يعني ديال اللي باين هذا بيت ديال الذكر. هاد لابارتمون هادي كما كتلاحظوا فيها ثلاثه ديال بيوت النعاس، والبيوت النعاس كاملين بهم فيهم الماريوات ديال الحيط، يعني ما غاديش تحتاج نهائيا انك تعمل ماريو في البيت. بيت اللي كبير مشمس، كياخذ الشميسه ديالو الحق ديالو من الشميسه ديال الصباح. وكيف ما قلت لكم عندكم الكادوات اللي غادي يبقاو لكم مع الدخله ديال لابارتمون اللي فيها صالون وسيجو. دابا غادي نمشيو مباشره، قبل ما نمشيو للشومبر الثالثه كيف ما كتلاحظوا هنايا راه اختاروا انهم يعملوا هذه النوعيه هذه ديال الدريه، نتوما ديك الساعات غادي تعملوا على حسب الذوق ديالكم. المهم هذا بيت يصلح لكم بالدكلاس، بيت ديال العواول، وكيطل على لافاساد الثانيه اللي عندنا في هذا لابارتمون. كيف ما قلت لكم فيها دو فاساد، لافاساد اللي شفتو معنا في بيت النعاس الاولاني اللي بالبالكون والصالون، وهذه هي لافاساد الثانيه اللي فيها هذا البيت هذا وفيها حتى الكوزينه. دابا غادي نخرجوا مباشره باش نشوفوا باقي لنا بيت النعاس الثالث، باقي لنا طواليت سيرفيس والكوزينه بالبالكون الثاني ديال هاد الشقه اللي كيف ما قلت لكم فيها 116 المترو في الايطاج الثالث. العماره فيها لاسانسور وكاين غير جوج ديال السكان في الايطاج، يعني ما فيها شي حتى السكان بزاف، وكنظن فيها تقريبا شي خمسة ديال لي زيطاج، يعني ما معكمش حتى الجيران بزاف. وكاين الباركينغ سوسور ديال هاد العماره هادي اللي جات قريبه لرون بوين تريال اطلس، بالضبط جات في شارع مولاي رشيد. هنا كنلقاو طواليت السيرفيس اللي كيف ما كتلاحظوا هنايا عندكم دو طواليت، هادي تقدر تكون خاصه ديال الضيار، فيها لافابو ديالها، الغونجمون ديالها حتى هو اللي غادي يبقى مزلجه حتى للسقوف. وطواليت اللي كاين الناس اللي كيبغيو دو طواليت في الدار، وكاين اللي مثلا كيزولها وكيديرها غير البيت ديال الخزين. وهنا كنلقاو ان الكولوار كيجمع ما بين بيت النعاس الثالث هو هذا، اللي حتى هو تبارك الله واسع وكبير، وحتى هو كيطلل على لافاساد الثانيه. كيف ما كتلاحظوا بيت اللي واسع، اختاروا انهم يعملوا هنايا كاما ديال جوج الناس بالبلاكارات ديالها، وباقي عندكم اتساع اذا بغيتوا ديروا شي بيرو هنايا تعملوا لا كومود. وكيف ما قلت لكم هذا البيت راه يقدر يجيكم حتى بيت الكلاس، بحكم ان جا بيت كبير وضاير، واختار انه مثلا هنايا عملوا انستالاسيون ديال التلفازه، يعني اذا بغيتوا تعملوه بيت الكلاس راه كاينه بوسيبيليتي انكم اذا ما كنتوش في الاحتياج ديال ثلاثه البيوت هاد النعاس. بالحق اذا كنتو باغيين ثلاثه البيوت هاد النعاس، راه هذا البيت هذا حتى هو عنده نفس لافاساد وطاقه كبيره كيف ما كتلاحظوا، نفس لافاساد ديال البيت الثاني، وعنده ماريو اللي من الطرف حتى الطرف بالصا ديال البيبان بالسده ديالو، ماريو اللي كبير. وكيف ما كتلاحظوا يعني ما غاديش تحتاجوا نهائيا انكم ديروا ماريو هنايا. اخترت انها تلعب غير ما بين اللون الكري والسقف اللي عملاته كامل بلافون ديال القبص، اللي اذا بغيتوا مثلا نتوما تزيدوا لي سبوت او لا تزيدوا الليدات على حسب كل واحد وكيفاش غادي يبغي يزوق لابارتمون ديالو. دابا بقى لنا غير الكوزينه ديال هاد الشقه الكبيره الغزاله اللي جوج الواجهات، اللي جات في عماره ما فيهاش بزاف ديال السكان. هنا كنلقاو لا كويزين اللي كيف ما كتلاحظوا المساحه ديالها كافيه للاستغلال، جات كبيره
كل حاجه محطوطه في بلاصتها. هنايا عندكم لورنيه سو فورم دو ال دايره من الطرف ديال الكوزينه، ودارت بوطه اونكاستخي مع لا هوت، وكملاتها بالبلاكارات في الكماله ديال اللورنيه كامله، واختارت انها دير كل شيء دي رونجمون ديال الخشب بالفران بالثلاجه، يعني كل حاجه في بلاصتها. وكيف ما قلت لكم هنايا راه كاين البالكون الثاني، كاينين جوج لي بالكون، بالكون اللي مع بيت نعاس الاولاني وهذا البيت الثاني، يعني عندكم دو بالكون لي فاصاد بجوج بيهم. ابارتمون اللي مشمسه نهار كامل، الصباح من هذا الاتجاه وفي العشيه من جهه ديال الصالون والبيت نعاس الثاني، وفي الصباح كتكون اتجاه ديال الكوزينه والبيت نعاس وجوج بيوت النعاس. ابارتمون فيها 116 متر. الطابق الثالث كاين لاسانسور، كاين لي كاميرا دو سيرفيونس، كاين الباركينغ سوسول، وكاينين غير جوج ديال السكان في كل ايطاج، يعني ابارتمون اللي ما فيهاش حتى جيران بزاف. ابارتمون اللي فيها 116 متر كتباع كادو هاد الصالون، و سيجور كيبقاو لكم مع لابارتمون اللي جات مع رون بوان ديال تريال اطلس بالضبط شارع مولاي رشيد، فيها 116 متر، والثمن المفاجأة ديالها هو 126 مليون فقط. والمفاجأة الثانية ديكلاراسيون توتال، والمفاجأة الثالثة هما هاد الكادوات اللي غادي يبقاو في لابارتمون. فسارعوا الاتصال قبل ما يطروا لكم بهاد الهمسة، وما تلوموناش علاش، حيت شقة رائعة هاد الموقع هذا راه ما غاديش تلقاها بهاد الثمن. هاد لابارتمون إذا عجبتكم عيطوا لنا في هذا الرقم، عطيونا هاد الريفيرونس، ومرحبا بكم في طنجة. خوتي وخواتاتي الله يسهل عليكم كاملين يا ربي، تتعملوا الدور ديالكم ويفتح لكم بيبان الرزق ويسهل لكم في اللي كتمناو يا ربي. وقولوا امين ونهاركم مبروك.